ومن ثم فإن كلمة السفهاء وكلمة سيقول السفهاء دل هذا على أن السفيه ليس عنده عمل وإنما عنده قول، قول به إثارة. ومن ثم فإنك لا تعجب، وهو محل العجب ومحل أيضا الحزن، لما ترى في هذه السنوات في وسائل التواصل أن أكثر من يتابع في وسائل التواصل ليس من يتبنى الرشد، وإنما من يتبنى الإثارة بالقول والسفه به، وإذا بالناس يتابعونه، وإذا كثر المتابعون لهؤلاء الذي بهم سفه، وهذا السفه يختلف من حيث الدرجة، إذا كثر المتابعون لهؤلاء وتلقى المتابعون الذين هم أبناؤنا وبناتنا من هؤلاء الذين بهم سفه، إما سفه عظيم أو سفه قليل على حسب كل شخص من سفهه فيما يقول أو فيما يصوره، مما يكون مثل ما يقول في سناب شات أو في تويتر أو في الفيسبوك أو في هذه الوسائل بعمومها. هنا لما يستمر هذا الجيل في تلقي هذا السفه من هؤلاء، هنا لا تقل والله إن الفتن كثرت، لا تقل إن الشر كثر، لأنه ليس هناك حق يتبعونه، وإنما يتبعون ويتلقون بالليل وبالنهار هذا السفه. ومن ثم فإنه إن استمر الناس على مثل هذه الحال سيقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقل العلم ويظهر الجهل، وإذا ظهر الجهل ظهرت الفتن، وإذا توالت الفتن، ومن الفتن هذا السفه الذي يقال في وسائل التواصل هذا سفه، بقطع النظر عن القائل من حيث شكله ينتسب إلى كذا وينتسب إلى كذا، نحن لا ننظر إلى الشخص، ننظر إلى ما يقوله ويفعله. هنا لا تعجب لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر من يتبع المسيح الدجال هم الجهال، لا تعجب. وهنا الآن الناس يتلقون هذا السفه الذي به جهل ولم يتعلموا الحق، هنا لما تأتي فتنة كيف يتعاملون مع هذه الفتن؟ إن تعاملوا معها تعاملوا معها على غير شرع الله، فضلوا وأضلوا ووقعت المفاسد وزالت المصالح.